بسم الله الرحمن الرحيم. هل قرأت سورة الكهف؟ نعم، قرأتها قبل صلاة الجمعة. لماذا تقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؟ لأن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مأجورة. هل حفظت حديثا نبويا عن فضيلة قراءة سورة الكهف؟ نعم حفظته. أريد أن أسمع هذا الحديث منك. حسنا، والحديث هو روى الحاكم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ما شاء الله، شكرا لك. عفوا يا أخي، بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله.